شاء الله عليك. رمضان كريم. الله أكرم. قبل ما اقول اي حاجه عايز تحطوا لايك تشتركوا في القناه تفعلوا زر الجرس بالله عليكم ولو ما حطيتوش لايك هزعلكم قوي قوي. كل سنه وانتم طيبين. طبعا رمضان يا جماعه احنا النهارده يوم الاحد رمضان يوم الثلاث خلاص فضل عاد بس يومين بعد بكره. طبعا دلوقتي يعتبر هو يوم النهارده يعني يعتبر كده الاثنين عشان احنا بنسهر الساعه 2:30 بالليل كده يعني علشان بابا نزل متاخر هو وماما واختي بس كانت قاعده اخويا كان نايم فكنت عاوز انزل معاهم بس يعني اختي ما كانتش راضيه تدخل تنام قالت لماما لو مريم نزلت انا لازم انزل فماما قالت لا خلاص مريم انت عادي وهم نزلوا حاجات دي يعني حاجات كده بتاعت رمضان ونزلنا مفيش رمضان كده دلوقتي افرجكم على الحاجات اللي احنا جبناها ماشي بس برضك تقولوا لنا في الكومنتات ايه رايكم برضك في الحاجات انا لسه قلت لكم مش بس برضك تقولوا لنا ماشي اول حاجه فوانيس رمضان الجميله دي جبنا اتنين منهم صوتين النهارده انت بس يا جماعه ده بيتفتح كده من هنا بسم الله بيتفتح من هنا بيتحط كده شمعه من هنا وبيتقفل تاني عادي جبنا اتنين منهم واحد لينا وواحد لعمته وجبنا لمبه واحده بس والتاني بتاع عمته هو الاتنين اهو هيك جبنا اللمبه دي بتنور شايفه هي بتلف كده وبتنور بنحطها كده في دايره وبتنور ماشي وطبعا يا جماعه الفوانيس دي بتعمل الوان زي كده هما حطيت لنا هنا الالوان احمر واخضر وبنفسجي ولون دوت برتقاني اورنج ولون ابيض ماشي بتعمل الالوان دي كلها عامه احنا جايبين اللون ده وحاطين كده يعني ده اللون ده ماشي وهي بتعمل الوان جميله جدا يعني قولي لنا برضك في الكومنتات كده حاجات دي حلوه وليها لازمه ولا ملهاش لازمه كده يعني ماشي كده ايه وريها لكم فوانيس واللمبه بتاعت رمضان دلوقتي بقى اوريكم المفرش طبعا ده مفرش جلد ما جبناش القماش لانه رخيص ومش حلو فجبنا الجلد ده حلو يعني قلنا بيستحمل برضه شايفين جميل ازاي هنفرش على الترابيزات اللي زي كده يعني احنا مثلا بنفرش كده برضه نعلق في المطبخ ايوه هنحطه في المطبخ هنوريكم برضه لما نعلق بصوا جميل ازاي هو اصلا الحاجات دي يا جماعه هي اللي بتبين لكم اصلا ان رمضان حلو كده طبعا رمضان حلو مش وحش ولا اي حاجه بس برضه ايه روحانيات رمضان اه عارفه موضوع روحانيات رمضان ده طبعا دي قشطه لا مش دي قشطة دي كيري جبنة مش بس ممكن تديني هنا قشطة أيوة ما يعني جبنة قشطة بصي هي عاملة ازاي عامة انا مبكلش الجبنة يا جماعة ودي طبعا يا جماعة جبنة بورلاند دي دوبل كريم دي صح ولا ايه دي؟ اه مكتوب عليها ايه؟ باين دي جبنه مطبوخه يا مال مطبوخه ازاي يعني ايه اسمها جبنه مطبوخه معرفش جوا اسمها ايه بصراحه اصلا انا ماليش في الجبنه هم بيجيبوا الجبنه وياكلوها سوا يعني ما هي ما بتحبنيش يا جماعه طبعا دي قهوه نسكافيه نسكافيه انا بقول عليها قهوه ايوه عشان بحبها طبعا ديت اسمها ايه بابا؟ دي تلاتة في واحد شوكولاتة بتحط عليها لبن وكده اه كابري صح؟ كابري تبع كابري طبعا دي يا جماعة احنا بنحب قوي الشوكولاتة دي عشان بنحطها على لبن بنشربها ماشي حاجات اللي انا بتاعتهم بحطها كده على جنب عشان اعرفها وقت الشوفان لحودة بقى طلع غريب الشوفان محمود اخويا بيبقى قوي كده ويقدر كمان يصوم معانا بابا بيعمل يعني بنعمل شوفان على موز على لبن صح؟ صح فده بيخلي الواحد قوي يقدر ان هو يصوم ما يحسش بنفسه ان هو جعان الشوفان ده بنعمله بعد ما نسحر مشروب مع الزبادي يعني شايفين؟ جميل ازاي؟ طبعا ده شوفان اهو شوفان طبعا دلوقتي مفاجأة
طبعا يا جماعه دي مفاجاه لاخواتي هم لسه يعني هم نايمين. نامت اختي قبل ما بابا ما يجي. تمام بابا جاب بنطلون اللي هو اسمه باين بابجي باين لا بج... ده بنطلون جبردين. ده طبعا دوت لمحمود اخويا يعني يا ريت يعني ايه يعجبه كده. ودي استك من تحت يا جماعه دوت ما سالت ماما عليه راح قالت لي اسمه باي وهو قماشته جبردين زي ما هو قال. مفاجأة تانية برضك لاختي برضك مفيش مفاجآت ليا. انت يا روح امك ما انت الاسبوع اللي فات واخده جايبه بطلون وجايبه حاجات. بصوا يا جماعه ده بنطلون جينز الساجده مقطع طبعا من هنا. طبعا بابا ما جابليش حاجه علشان انا لسه جايبه جاكيت جينز وبنطلون جينز ولسه جايبه تيشيرت ومظبطه الدنيا. طبعا دلوقتي حاجتي انا مسجله برضه دي احنا بقى ايه دي يا ماري؟ ايه؟ ايه دي؟ الزبادي. بص يا جماعه انا واختي سجله ان انا مش عارفه اسمها زبادي ليه؟ وكمان الدكتور قال لي ان لازم نتاكلوا زبادي كتير عشان سناننا ان انا لبس فتت بسرعه. يا جماعه انا خلعت سنة نفسي امبارح وانا بشرب رحت لقيت حاجه رحت شديتها كده لوحدي مع نفسي. شلتها انا سنين النوع اللي بتتفتح بسرعه انا واختي ويعني فاصل بنغسلها وكل حاجه بس برضه بتتفتح بسرعه لكننا مش مهتمين بقى. رحت الدكتور قالت لي ما اكلهم لقيت تشربهم لبن لقيت تاكلهم زبادي. فاحنا بنحب يعني انا واختي ما بنحبش اللبن اخويا هو اللي بيحبه جدا. فماما جابت لنا احمد ده جهينه جايبه لنا احنا ايه الزبادي ده بالفراغ عشان احنا ده لاكتل ده ليه؟ طبعا يا جماعه الزبادي ده احنا بنحبه قوي. مو جايبين لنا منه بس ما شاء الله يعني. شلون ما جابنت عماله تحط في العربيه حط 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 وما اعرفش جابت ليه دبست لي في الاخر. هم دفع كم واحده يوصف هديهم. طبعا دول سته ودول سته يبقى 12 واحد. هو طبعا هو باين ان هم كانوا جايبين سته من ده وسته من ده بس غيروا قرار امهم وراحت اشتريت في حاجه تاني كده؟ خضار و طبعا قدمت السباني. لا مش سباني ده والقاس. لا سباني والقاس والله ده سلق للقاس. القاس. بس شبت معرفش اسمه ايه ده بصراحه. بقدونس وكزبره. وايه تاني معانا؟ جزر. ما بتبشرونا كده بنقعد ناكل كده محمود بيحب بيقول لي ما الجزر بيقوي النظر بنقعد نضحك عليه. ده الاناناس. هو احنا هو في محل جنب المحلات وكده بنجيب منه. دلوقتي بقى هنفتح الشنطه الثانيه فيها ايه يا بابا دي؟ انا ما اعرفش يا جماعه اسامي بصراحه كده. دي فاصوليا. فاصوليا ودي قوطه حلوه كده. بصل اللي احنا زي اللي اكلنا كده في الفيديو المين قولنا في الكومنتات يا جماعه كده مش متفقين. بطاطس طب عشان انت اللي بعديها سنجين. الحمد لله عرفت حاجتين. بصل تاني برضه قابلنا بصل تاني يا جماعه قابلنا بصل احنا مش في الطريق مره تاني هناخده معايا ماشي. ودوت بقى والايس شايفين تنتو المصرية. طبعا مش هروق الحاجات دي انا هدخل انام على طول ماشي. ويا ريت بقى يكون الفيديو
هروق طبعا يا جماعه الدنيا دي كلها. وبص يا جماعه الشقه بصراحه يا جماعه بايظه خالص، السدر بتقلب علشان بنقعد نتنطط كده، احنا اصلا مسحين ومروقين كل حاجه، بس بنيجي نقعد نتنطط على الكنبه دي، الكنبه دي الكرسي كده ما بنقعدش ساكتين. طبعا هنروق او كده وهنعلق تعلق الزينه بقى وهنرجع لكم تاني. ماشي باي باي، استنوا بقى لما ارجع لكم تاني اكتبوا لي في الكومنتات الفيديو ده يعجبكم ولا لا. قلت لكم دلوقتي يا جماعه بعد احنا علقنا الزينه، طبعا بصوا شكلها تحفه، بصوا وعلقنا الزينه كده ناحية الشاشه، وحطينا ترابيزات الفرش، وهنا طبعا يعني يا ريت برضو تقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات، احنا عملنا حلو ولا لا، شوفوا بقى ايه رايكم بقى وتقولوا لي ايه رايكم. ده جنب بتاع الحيطه ودوت عاد النور معلقينه. يا جماعة يا ريت يا جماعة يكون الفيديو ايه عجبكم، وتقولوا ايه رأيكم في الزينة والحاجات ديت. ديت كان يعني كان في حتة بقية من ديت راح بقى عملناها كده، وراح حطها هنا كده. فده كان رأيكم فانوس سريعة. ده نفتحها من هنا زي ما انا قلت لكم كده الفيديو اللي فات، نفتحها من هنا ونحط كده شمعة هنا بتنور، اللي هي بتبقى مش شمعة شمعة، احنا بنجيب شمعة كده يا جماعة بنحطه يبقى كبير بيمسكه كده بيبقى جميل قوي. تقولوا ايه رأيكم في الزينة؟ طبعا دلوقتي بقى يا جماعة نخش بقى المطبخ، تعالوا بقى اوريكم على حاجة برضه هناك. يعني دلوقتي بقى ابتدينا المطبخ، دي أول حتة واحنا داخلين على المطبخ، وهنا بقى دي تاني حتة احنا داخلين على المطبخ الحيطة، وما هو فرش برد في دول يعني حطينا هنا كده تحتيهم، وهنا بردك وهنا وهنا، وعملنا دوت على الإزاز وحطينا له هنا كده يعني قصينا شرشير كده من هنا، وفرشنا دوت على الرخامة. طبعا بسخن مسدس الشمعة عشان عايزة ازرق حاجة في اوضتي. وبص الحيطة بقى فوق البوتجاز ده كله، ده هنا كده جنب البوتجاز. يا ريت بقى يا جماعة تقولوا ايه رأيكم في الفيديو ده، لو عجبكم تحطوا لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس بالله عليكم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. ولو عجبكم الفيديو ده حطوا لايك وشير واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس بالله عليكم، اتفرجوا على الرمز وقولوا ايه رأيكم فيه بقى. باي باي.